طيب توتي، خليني اعرف برضو، يعني واضح ان انت محترفه فعلا على الملعب، صح كده؟ ما كانش اللقب ده يطلق عليكي، يعني توتي لاعب كبير جدا، ف برضو اكتشفتي بقى وانت صغيره ازاي، يعني انا اكتشفت ازاي ان انا مش بس بحب كره القدم، لا انا لعيبه كبيره وانا عندي طموح فيها. وبعدين هخش معاكي بقى للترتيب والمستقبل، اصلا انت عايزه تحققي فيه ايه؟ تمام. انا اخواتي كلهم اولاد وانا اصغرهم، بس دي البدايه. فدي البدايه، لازم يبقى في برضه اسباب. وهم كلهم ما شاء الله يعني كانوا بيلعبوا حلو جدا، فانا دي موهبه من عند ربنا، يعني انا ما اتعلمتش الكوره، انا مولوده بعرف العب، فكنت طبعا بلعب معاهم في الشارع ومع اصحابنا وكده. ف بعدين كان حلو لما تلعبي مع اولاد وتكسبي، صح؟ طبعا. فكان في كذا حد مثلا بيشوفني في الشارع كانوا بيحاولوا يجيبوا لي ان انا العب في نادي وكده، بس انا ما دخلتش في موضوع الانديه وكده غير بعد ثانويه عامه، لاني كنت يعني مهتمه بدراستي شويه. اوكي، انت بتدرسي ايه؟ انا مخلصه اداب لسانس اجتماع، علم اجتماع. حلو جدا. طيب ودلوقتي انت في المنتخب بتاع الميني فوتبول سيدات منتخب مصر، واللي هو بتقولي بقاله شهر المنتخب، احنا اتجمعنا في 25 يوم او اقل كمان. بص بقى الكلام اهو، توتي ده انا اهو، توتي اهو يا جماعه، صوت وصوره. لا بس ايه ده بجد، بتلعبي كويس، بتلعبي كويس جدا كمان. الكره دي كانت في اخر دقيقه في الماتش بتاع مولدوفا، كنا 1-1، الكره دي لو كانت دخلت كنا لعبنا على مركز اول وتاني، بس ما كانش فيه توفيق. كان بسهوله يعني جدا نلعب على الاول والتاني على فكره، بس ده كان يعني عدم توفيق طبعا. كنا 1-1 ولعبنا ضربات جزاء، ما حصلش نصيب. الفرق او المنتخبات الاول 3 مراكز ايه بقى؟ منتخب امريكا، امريكا مركز اول، منتخب مولدوفا مركز ثاني، وصربيا مركز ثالث. طب بيختلفوا عننا ايه؟ يعني اوكي احنا لسه الموضوع بقاله سنتين في مصر، المنتخب لسه ما بقالوش غير نتكلم في تاسيسه كمان شهر. فده يعني معلش برضو انجاز ان انا اوصل مركز رابع عالميا يعني، ولا ما بقاليش خالص، بس انتوا لعبتوا مع الفرق او المنتخبات الثانيه، ايه المختلف؟ ايه الافضل عندهم؟ هو معروف طبعا بره هم مهتمين جدا بالبنت اللي بتلعب كوره، ما فيش اختلاف بقى بين بنت وولد بره، يعني هنا للاسف في فرق. فهم بره الصراحه يعني تمرين على اعلى مستوى، انا تقريبا ما فيش فرق بيننا وبينهم خالص. الفرق اللي بيننا وبينهم التمرين، يعني مهاريا احنا زي بعض، مهاريا افضل جدا، افضل كمان، افضل مهاريا بكتير جدا كمان. هم جسمانيا وبدنيا، هم جسمانيا بدنيا فعلا، هم لا هم احسن. هم تمرينهم هم بيتمرنوا الضعف، احنا لا قليل جدا التمارين، يعني مهتمين باكلهم بشربهم بمواعيد نومهم. طبعا احنا هنا في مصر الحاجات دي ايه بتبقى محتاجه رقيب قوي يعني، وبرضه ما بنقدرش نعملها. طب احنا كمدير فني كتيم حد ناقص؟ يعني انتوا عندكم اخصائي تغذيه، عندكم اخصائي نفسي، عندكم يعني، طب قولوا لنا برضه ايه اللي في ناقص يعني. بصوا هو عامه، هو حتى في ال 11 احنا لما كنا بنلعب مثلا منتخب، احنا بنتجمع قبل البطوله ممكن ب3 شهور. لو مثلا نلعب كاس عالم، دي حاجة كاس عالم دي مده قليله جدا، ليها معلش سنه، سنه ونص، سنتين، ومعسكرات وغيره وغيره بالظبط. المفروض على طول باستمرار اصلا المنتخب ما يتوقفش، بس للاسف هو بيتوقف وبيجي بعديها. الموضوع مش كده قوي بالظبط. فهم دي ارخم حاجه، او دي من اوحش الحاجات اللي بتقابلنا، ان اي بطوله بتقابلنا دوليا لازم قبليها بحوالي فتره قصيره، احنا مش بنلحق نتاسس صح، ما بنلحقش يعني نعمل اي حاجه. وبصراحه بس احنا انجاز برضو ان احنا نوصل لمركز رابع، وكان بسهوله جدا ان احنا نوصل ناخد تاني او اول. يعني انا بجد مش بجاملكم، بس انت بتتكلمي في حاجه لسه براند نيو زي ما بيتقال. بالظبط، دي اول خطوه لينا واول تجربه، فالحمد لله يا رب كان عندنا احسن. بصي هي النساء قادمات هما يعني قدموا في مجالات كتيره، بس كمان في رياضات، لو هنتكلم تحديدا على صعيد الرياضه، في الالعاب ما كانش ليها تاريخ مع السيدات، لكن دلوقتي احنا بنشوف. يمكن لو هنتكلم عن النادي الاهلي كمان، اكاديميه النادي الاهلي لكره القدم النسائيه، يعني ده برضو اعتقد في المستقبل ممكن تعمل طفره ثانيه، وتتكلمي عن مستقبل فعلا كره قدم بقى للسيدات، قد تنافس وقد تبقى افضل كمان من الرجال، يو نيفر نو زي ما بيتقال. يعني انا عماله ابص على الفيديو بصراحه. دي بقى مين؟ ايمان صح؟ اكتر عدد عملتيه كام؟ لا كتير كتير يعني فكره، واحنا صغيرين كان بيبقى اكتر. ايوه يعني وصلتي اعلى حاجه عندك كانت كام تقريبا؟ ممكن بنطق مثلا 100 100 او فوق ال 100 100 من غير ما الكوره مره تقع. لا ده كلام عظيم يا جماعه. ده هنا كان ده ملعب، ده نادي الطيران، كنت بلعب في طيران، ده كان ماتش قدام البنك الاهلي.
من افضل الماتشات تقريبا. بس